لكل فكرة حكاية، أبحث عن معانيها وأبحر في تاريخها وألتقي مع روادها لأروي لكم حكاية الفكرة من البداية. كثيرا ما نسمع عن كلمة فلسفة، فلان يتفلسف، هذا فيلسوف. في برنامج فكرة سنتعرف على مفهوم الفلسفة. أصل الفلسفة كلمة يونانية من فيلا سوفيا، أي حب الحكمة، والفيلسوف هو محب للحكمة وباحث عن الحقيقة. واعتبر الباحثون أن الفلسفة مرتبطة بجميع العلوم، وبسببها ظهرت علوم الفيزياء والكيمياء والأخلاق والسياسة وجميع فروع الأدب، وذلك لأن الفلسفة قائمة على طرح الأسئلة والبحث المستمر في النظريات والحقائق. ومن أشهر الفلاسفة عبر التاريخ أرسطو، هذا العالم الكبير اللي عاش قبل 2300 سنة وترك أثر كبير في الفكر الإنساني، وما زال الباحثون إلى اليوم يدرسون نظرياته ومبادئه في الأخلاق والسياسة والحياة بشكل عام، حيث غطت كتاباته مجالات عدة مثل الفيزياء والشعر والمسرح وعلم الأحياء والعلوم السياسية والأخلاق والمنطق. وكان لفلسفته تأثير فريد على كل شكل من أشكال المعرفة. وفي الحضارة الإسلامية برزت شخصيات إسلامية عظيمة أمثال ابن سينا والفارابي وابن خلدون، صاحب مقدمة ابن خلدون. هذا الكتاب اللي يعتبر تفسير فلسفي للتاريخ، فهو لم يكتفي بسرد التاريخ كما قام غيره، بل أنه قام بتحليل الأحداث والحديث عن أسباب نشوء المجتمعات وقيام الحضارات وسقوط الدول وإنهائها. تناول ابن خلدون في مقدمته جميع ميادين المعرفة من الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعمران والاجتماع والسياسة والطب، وقد تناول فيه أحوال البشر واختلافات طبائعهم والبيئة وأثرها في الإنسان، كما تناول بالدراسة تطور الأمم والشعوب ونشوء الدول وأسباب انهيارها، مركزا في تفسيره على مفهوم العصبية. وبهذا الكتاب سبق ابن خلدون غيره من المفكرين إلى العديد من الآراء والأفكار الفلسفية حتى تبر مؤسسا لعلم الاجتماع. وفي العصر الأندلسي برز اسم ابن رشد، هذا العالم والمفكر العظيم اللي ترك إرث كبير في الفكر الأوروبي، وللأوروبيين أنفسهم يعتبرون أفكاره البداية للنهضة الأوروبية الحديثة، حتى أنهم من شدة تأثرهم بشخصية هذا الرجل لقبوه بسلطان العقول والقلوب. يعد ابن رشد ظاهرة علمية عربية متعددة التخصصات، فهو فقيه مالكي وقاضي القضاة في زمانه، وهو كذلك طبيب تفوق على أساتذته، ولقب كذلك بالمعلم الثاني لأنه ترجم أعمال أرسطو وشرح نظرياته بالطريقة المبنية على التحليل الدقيق والنقد السليم. وفي المقابل عارض عدد كبير من علماء الإسلام فكر الفلسفة وهاجموا الفلاسفة، ومن أبرزهم أبو حامد الغزالي اللي ألف كتاب وسماه تهافت الفلاسفة، إلا أن ابن رشد لم يقف مكتوف الأيدي أمام هجوم الغزالي فألف كتاب تهافت التهافت. إذن نحن أمام نقيضين، فهناك من يعتقد أن الفلسفة سبب في تطور الفكر الإنساني، وهناك من يعتقد أن الفلسفة ترف وضرر الفلسفة أكثر من نفعه. في حلقة اليوم من برنامج فكرة قررنا نستضيف شيخ الروائيين الإماراتيين الكاتب علي بريش، وهو اللي ألف مجموعة كبيرة من الروايات اللي صنفت روايات فلسفية، وبنتحدث معاه عن مفاهيم فلسفية. علي بريش تعلق بالفلسفة منذ نعومة أظفاره، فكتب العشرات من الروايات والمسرحيات الفلسفية، وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2008. أما السر في هذا الزخم من الإنتاج الفكري لبريش فيعود إلى أنه إنسان حالم يطلق لخياله العنان، فيكتب ما يجول في خاطره ليصنع عالما مختلفا وفريدا يعود فيه الإنسان إلى جوهره
وحقيقته. فكرة الفلسفة مع شيخ الروائيين الإماراتيين الكاتب الإماراتي علي بريش، حياك الله في برنامج فكرة. يا مرحبا يا سهلا وسهلا. في البداية لو تحدثنا عن مفهوم الفلسفة. والله أنا يعني عجبني تعبير ل ويليام جيمس الفيلسوف الأمريكي، يقول الفلسفة هي ليست حقيقة موضوعية وإنما هي طريقة تفكير، وهذه حقيقة يعني لأن الإنسان في النهاية هو يعني حبل محدود بين ورقتين، ورقة الوفاة وورقة الولادة، وما بين هاتين الورقتين يوجد هناك الخيال. يعني الإنسان منذ أن يعني تقريبا 12 ألف سنة هو يسمونه الإنسان، بداية الإنسان العاقل، بدأ يعني ينظر إلى هذا العالم، إذا هذا الملكوت العملاق الكبير، ويقار نفسه به، يرى نفسه ضئيلا جدا. يضاف إلى ذلك طبعا نتيجة لوجود الظواهر الطبيعية المؤذية مثل الزلازل والسيول والبراكين وغيرها، فأراد الإنسان طبعا يخرج من هذه يعني من هذا المأزق الأليم، ففكر في أن يجد هناك الحالة التصالحية مع هذا العالم. وكما يقول ليفي شتراوس الفيلسوف البنيوي أن يعني الخيال هو محاولة للتصالح ما بين الإنسان وطبيعته أساساً. من شدة التفكير. من شدة التفكير ومن شدة كثير. أيوة لأنه وجد نفسه ضئيل أمام هذا الكون، فبالتالي كان لابد أن يجد له حل. ولكن إحنا الآن السؤال هو يعني لماذا هذا العقل، أو بالأحرى من أين جاء هذا الخيال؟ يعني كثير من العلماء يعني يرجعون الخيال طبعا الى العقل، ان العقل هو الذي يحاول ان 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 ان, أن يرسم الصوره الجميله لهذا الكون، رغم احيانا تكون فيها بعض المشاهد المؤذيه. مثلا يعني الانسان اكثر يعني حاجه كانت تخيف الانسان هو الموت. نحاول يعني ان نقترب اقرب يعني نظرية أو أقرب تفكير لدينا هي يعني الفلسفة الشرقية أساساً، لأن الفلسفة الشرقية بدأت بالقول أن الحقيقة تنورك، وقالوا ما هي الحقيقة؟ قالت هي التأمل. وما هو التأمل؟ هو تطهير العقل من الشوائب، من الأفكار المسبقة، كما قال جان جاك روسو يعني الأفكار المسبقة مفسدة للعقل. وبالتالي حتى الإنسان يستطيع أن يتصالح مع هذا الوجود كان لابد أن يتخلص من ثلاث مشاكل مأساوية كبيرة. أولا إخراج العقل من العقل، بمعنى إخراج العقل من العقل. أيوة إخراج يعني العقل، أي تخليص العقل من كل التراكمات الماضوية أساسا، بمعنى أن يرجع الإنسان إلى حالة طفولية عفوية أساساً. وهل يستطيع الإنسان اليوم يرجع إلى هذه الحالة؟ الآن الإنسان المتحضر الآن بدأ يفكر في البقاء وليس في الحياة، وفرق يعني بين الاثنين. عندما يفكر الإنسان في البقاء لابد أن يكون هناك صراع، لابد أن يكون هناك قوي وضعيف. أقف عن نقطة في غاية الأهمية، هناك فرق كبير أن أني أنا أبي أكون حي، وبين اني انا ابي اكون حريص اني اكون باقي. طبعا فرق كبير بينهم. فرق كبير طبعا، لان هاي يعني مثل ما قلت لك يعني الحي فرق بين ان شخص الحي موجود هو المحب للحياه، المحب لهذا الوجود، المتكامل مع الوجود. هذا الكلام بمعنى يعني انت الان يعني الانسان عندما يتداخل ويندمج مع هذا الوجود يشعر انه لا فرق هناك ما بين الانسان والحيوان والشجر والحجر وغيرها، كل هذه كائنات تكون الكون كله. لكن عندما يبحث الإنسان للعيش من أجل البقاء، هنا يبدأ تمزيق هذه القماشة الكونية الوجودية وتحويلها إلى متفرقات، بمعنى أنا يجب أن أعيش على حساب الآخر، سواء كان شجر، سواء كان حجر، سواء كان بشر، سواء كان طير، حيوان، كل هذه الكائنات. ولذلك نجد الآن يعني الآن العالم يصرخ متأزما من ثقب الأوزون. ليش؟ لأن هذا الإنسان الذي يبحث عن البقاء بدأ يحرق الغابات
بدا يعني يقتل في الكائنات مثل الفيله ياخذ انيابها، مثل النمور ياخذ جلوته وغيرها. هذا ليش؟ لانه ما عنده اكون او لا اكون. صحيح. فحتى يثبت وجوده ككائن يعيش قوي لابد ان يطغي على الكائنات الاخرى. هذا واحد. اثنين، التضامن. يعني التضامن طبعا فرق ما بين التضامن والتعاطف. انت تتعاطف مع شخص بمعنى انك تستضعف هذا الشخص، انه هو ضعيف ويريد منك انت العون والمساعده. لكن التضامن هو تكامل مع مكونات الوجود ايضا. صحيح. ثم ياتي الحب. انا الصراحه لو كان بيدي لانشات مدرسه للحب. انشات مدرسه للحب. مدرسه للحب، لان هذا هو الاكسير وهذا هو الترياق. زين، لكن انت ربطت يعني في كتاباتك وفي مقولاتك دائما تقول ان الحب ليس علامه سعاده بل علامه تعاسة. الإنسان اللي يحب يمكن ما بيكون إنسان سعيد طبعاً، كثر ما بيكون إنسان تعيس طبعاً. لماذا؟ طبعاً الحب فرح. أنا يعني هذا مفهوم فلسفي كذلك أكيد يعني ما في شك طبعاً. يعني الحب يكون تعاسة عندما يكون حب التملك، الحب المرضي. لكن الحب الوجودي، حب الانفتاح للآخر. يعني مثلاً أنت الآن يعني في شخصين، شخص يحب امرأة وآخر يحب امرأة. هذا الشخص يريد أن يتملك الطرف الآخر، وذلك يريد أن يندمج مع الطرف الآخر. فهنا الفرق أساسا. في عندنا مثلا يسمون مثلث الرعب، الحب، التعلق، الحرية. إذا أنت تعلقت بشخص فأنت تقتل هذا الشخص. لكن الحب الحقيقي هو أن تكون أنت منفتح على هذا الوجود، عرفت كيف؟ أن تكون أنت يعني في حيادية أساسا مع الآخر. لا أنت تريد أن تتملك ولا تريد أن تذوب فيه أيضا، تريد أن تكون هناك في شيء من التداخل، في شيء من الانسجام والتناغم، مثل موجتين في محيط واحد. الأمواج الآن تروح وتأتي، صحيح، منسجمة، لكن لا تطغي موجة على الأخرى، ويظل المحيط كما هو، كما هو الإنسان كذلك. هناك أشخاص يقولون أن الفلسفة والمواضيع الفلسفية عبارة عن ترف، موضوع لا يفيد بل يضر أكثر من ما ينفع، لأنه يخليك تفكر وايد، تفكر في كل الأشياء، وكثرة التفكير مرض. هؤلاء تكدسوا وتكلسوا عند فكرة واحدة، عرفت كيف؟ يعني لا يؤمنوا بالفكر الآخر، لأن الفلسفة في النهاية محيط مفتوح. صحيح. العالم على الوجود. هناك من يقول أن الفلسفة أنك أنت تبحث عن، أن الفلاسفة يبحثون عن الحقيقة لكنهم ما يحصلون على الحقيقة، فكأنك أنت تدور في حلقة مفرغة. مو هذا هو الجمال. هذا هو الجمال. هذا هو الجمال. يعني تعتقد في الحياة أن الإنسان ما وصل، يعني طبعًا يبحث عن شيء طول طبعًا عمره وما وصل لهذا الشيء، هل هذا هو الجمال؟ هذا هو الجمال، لأنك أنت لو وصلت انتهت الحياة. ما قيمة الحياة؟ يعني أنت خلقت لكي يكون عندك طموح. أنت خلقت لكي، لأنه يقول لك الحياة مكان جسر للوصول وليس مكان للتوقف. صحيح. عرفت كيف؟ فبالتالي أنت لما تدعو الله هذا الإنسان، ما في إنسان يستطيع يقول يعني أنا اكتشفت الحقيقة إلا هذا الإنسان الفاشي أساساً، لأن تظل الحقيقة هي يعني المنطقة التي تجعل الإنسان يعني في حالة إغراء دائم، في حالة شغف دائم، في حالة حب وشوق دائم أساساً. إنما عندما تصل إلى مرحلة أنك أنت اكتشفت انتهى العالم، انتهى. إذن الفلسفة أو الفلاسفة هو باحث عن الحكمة طول ما هو عايش. ما في شك طبعا. ما أنه يقول يوصل أنا وصلت إلى الحقيقة، يعني دائما يطرح تساؤلات، يطرح شك، يبحث ما وراء الأشياء دائما يعني. طبعا. وهذا هو الفيلسوف. وهذا طبعا أنا أعتقد يعني يجب أن يعني حتى يعني الطرف الآخر يعني المتطرف واللي يرفض الفلسفة، يعني أنت لما تقول أن البحث عن الحقيقة لا يمكن أن يكون أن يصل لهذا لصالحهم أساسا، لأن لا يعرف الحقيقة إلا الخالق. صحيح. أنما الإنسان لا يزال يبحث. صحيح. وهذا واجب عليه أنه يبحث حتى يستطيع أن يثبت وجوده في هذا الكون الواسع أساسا، وإلا ما في فرق بينه وبين الحجر الساكن والجامد أساسا. الحديث معك شيق، وأنت طبعا عندك مجموعة روايات فلسفية واشتهرت بمصطلح فيلسوف الرواية. بنتحدث عن الروايات أكثر لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ولنا عودة، خلكم معنا. رواية الاعتراف للكاتب علي بريش. صنفت هذه الرواية كأهم رواية في القرن العشرين، وتم تأليف هذه الرواية قبل 40 عام، وإلى اليوم ما زال
هناك جدل حول هذه الرواية، لأن الرواية أصلاً تحمل مفاهيم فلسفية وفيها كمية كبيرة من الغموض. ليش الغموض أستاذي في رواية الاعتراف؟ هي طبعاً هو مثل ما تقول يعني هذا يعني الأسلوب السهل الممتنع أساساً، يعني هي ليست غامضة، هي واضحة، ولكن يعني الموضوع التي يعني الذي تطرقت إليه موضوع قد يكون في زمنه الآن أصبح موضوع اعتيادي، لكن في زمن كان في أكيد في شيء من يعني الأسئلة تدور، لأن أنا تكلمت عن موضوع يعني الحب في مقابل والانتقام. صحيح. يعني الإنسان أو الإنسانية بمجموعها أساساً يعني قامت على أساس يعني أنا ومن بعد الطوفان، وهذا أساس الإنسان، الثقافة الإنسانية أساساً، وهذه مشكلة كبيرة أساساً. يعني أنت الآن لما تتكلم مثلاً عن فلان أريد أن يثأر من فلان لأن فلان قتل جده أو أبوه وغيره، يعني هذه الـ 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 يعني الفكر اللي كانت تدور في الرواية، تريد أن تعالج مشكلة، يعني لماذا يعني كل هذا يعني كل هذه الضغينة، مع أن الإنسان خلق ليكون سعيد أساساً، لم يخلق ليكون سعيد. بس إذا الإنسان تعرض للأذى يعني أستاذ علي، تعرض للأذية يعني يشعر ساعات بالله، يعني هاي مشاعر طبيعية، يمكن تكون حب الانتقام، حب يعني أني برد خاطر مثل ما يقولون. والله أنا لما أنت تسمع واحدة مثل الرابعة العدوية، أنا من كثر حبي لله لم يبقى مكان في قلبي لكره الشيطان، في أكثر من الشيطان بالنسبة لنا احنا، ولكن الإنسان لما يمتلئ قلبه بالحب لا يبقى مكان للحق أساسا، هذا وعاء إذا ملأته. يعني في فيلسوف غريقي اسمه بروتاغوراس يقول إذا كان العقل يعني جامدا فمن الصعب أن نصل إلى الوعي. عارف كيف؟ يعني الإنسان لا يمكن أن يحقق مشيئة السعادة وهو يعيش في تراكمات سابقة. عارف كيف؟ يعني مشكلتنا مش مشكلة أن الإنسان مثلا يريد أن يحقق يعني ثأرة من شخص أنه اعتدى عليه، هي التعاسة موجودة في الأساس أساسا، إنما جاء هذا كمحفز ومحرض فقط. لو كان الإنسان ممتلئ بالحب عنده الكثير من الذرائع والأعذار أن يتخلص منها، أن يتوقف. يا أخي إحنا الآن يعني الثأرية بين فرد وفرد أنا ذكرتها في الرواية هي رمز لمجتمعات الآن قاعدة تتقاتل، عرفت كيف؟ يعني دول عظمى، عرفت كيف؟ ليش؟ لأن إحنا أساساً يعني نسينا شيء اسمه حب، ونتكلم فقط عن المعارف، يعني أكثر من أينشتاين هذا العالم الفيزياء العظيم الذي عندما اكتشف انشطار الذرة صاح للرئيس الأمريكي الأسبق الآن نستطيع أن نصنع القنبلة الذرية. نفس هذا العالم يقول المعرفة بدون حب هي دمار للذات وللآخر. يعني المعرفة لابد أن يعني المعرفة أن نربطها مع الحب، لا يمكن أن تكون هناك معرفة سليمة من دون الحب. أنت يعني بالعكس في كثير من 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 من, من الفلاسفة الشرقيين يقولون أن المحب حكيم ولكن غير عارف، بينما العارف ماكر وخبيث وليس حكيم. الملاحظ في رواياتك في ملعبك خلينا نقول انها كلها متسمه بالفلسفه، رواياتك حتى الى اليوم روايات ما شاء الله الاخيره اللي اصدرتها كلها تدور حول المفاهيم الفلسفيه وفيها كذلك غموض يمكن لعصرنا الحالي، لكن العصور القادمه تكون لهم يعني امر يكون لهم شيء واضح. ما في شيء، هو طبعا انا قبل كل شيء يعني كثير يعني يقولوا يعني مثلا احيانا بعض لغتك فيه بعض الغموض بعض الرمزي كذا، انا صراحه يعني وانا اكتب اساسا ما افكر انه والله هاي بتكون غامضه ولا هي سهله، انا افكر يعني مثل ما تقول يعني الفكره تاتي بالتجرد وتغلف بلغه بالتجرد ايضا، وتاتي الروايه كما كانت هي تشاء ليس انا اللي اشاء اساسا. هذا واحد. اثنين يعني اعتقد يعني يعني الانسانيه منذ فجر التاريخ الى اليوم تعيش الفلسفه. كل انسان في هذه الحياه لديه روايته. صح. ولديه قصته. ولديه قصته. ومع هذه الروايه تكون هناك فكره، والفكره هي فلسفه اساسا.
يعني الفلسفة لم تأتي من فراغ وإنما من فكرة، فبالتالي لا يمكن، يعني أنا لا أعتقد أن يعني ومؤمن إيمان جازم أساساً أن الكاتب الروائي الحقيقي يجب أن تكون على الأقل لديه بديهيات في علم النفس والفلسفة. صح. غير ذلك ليش أنت تتوجه إلى إنسان، والإنسان هذا هو في النهاية روح وقلب وعقل ليس جسد فقط. صح. فبالتالي لابد أن يكون لديك دراسة بالتفاصيل الدقيقة بالجزئيات بكل ما يتعلق بالإنسان الذي أنت تريد أن تصل إليه وتريد أن تتوجه إليه. كتبت عن دبي وكتبت عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه، وتحدثت عن فروسيته وعن فلسفة في أشعاره. نعم. لو تحدثنا عن هاي النقطة. والله شوف أنا بالنسبة يعني هي دبي نفسها هي كلها فكرة فلسفية أساساً. دبي فكرة فلسفية. أيوة يعني هي فكرة فلسفية. يعني أنت الآن لما تشوف مثلاً الكتاب هذا مثلاً على سبيل المثال، يعني محمد بن راشد في حب الخيل وفلسفة القصيدة، هو جعل من القصيدة جواد جامح، ومن الخيل قصيدة عصماء حقيقة. يعني فأنت لما تقرأ يعني في شعر الشيخ محمد بن راشد تجد أن هذه القصيدة يعني لا تختلف ولا تنفصل عن الخيل، وبالتالي الخيل والقصيدة لا تنفصلان عن هذه الأرض الطاهرة العاشرة. فذاك أنت الآن تجد أن تشوف البيت يا أخي لوحة أشكالية، أنت أمام لوحة أشكالية في كل مشاريعها في كل منجزاتها في كل، فبالتالي لابد يعني أن يكون وراء يعني هذه المنجزات العظيمة فيلسوف وشاعر كبير. عارف كيف؟ يعني أنا حتى لما زرت حقيقة زرت إكسبو أكثر من مرة، وأنا ألفت كتاب عن إكسبو وألف هذا هو الكتاب طبعا. يعني عفوا إكسبو دبي 2020 تضامن على الأرض عناق في السماء. صحيح. وأنا أتجول في هذا يعني في هذا الحفل الكوني الكبير أشعر وكأني أقوم يعني برحلات عالمية. اعتبرت أن هذا الكتاب هو من أدب الرحلات أصلاً، لأن أنا قمت ب يعني تجوال بالأجنحة وكل جناح مثل دولة. دولة صح. عارف كيف؟ وثقافاتها وتقاليدها وعاداتها ومشاريعها ويعني حتى الملابس حتى يعني المصوغات كل ما يتعلق في أي بلد. دائما نظرة الفيلسوف تكون مختلفة طبعا في زيارة الأمكنة. ما في طبعا ليش؟ لأنك أنت في النهاية لا تنظر إلى الشكل العام، لازم أنك تغوص في التفاصيل. صحيح. وهذه التفاصيل كثير يعني حقيقة أغرتني. أنت لما تدخل في من بوابة المعرض إذا أنت تتوغل وتنغمس في ما بين الأجنحة تشعر أنك أنت تعيش في عالم مختلف، عالم آخر، عالم فيه إبداع، عالم فيه قصيدة عملاقة قاعدة يعني تشذف أوراقها لتنتشر في هذه المنطقة والمناطق اللي حولها أساساً. إذا كلمة أخيرة، كيف نوجه وكيف يعني نستفيد اليوم من الفلسفة في حياتنا؟ والله أنا أعتقد يعني أنا الفلسفة بالنسبة للإنسان حسب وجهة نظري هي مثل الماء والهواء. لا يمكن الماء والهواء لا يمكن يعني مهما حاول البعض مثلاً أن إسكات هذا يعني الصوت واغتياله في بعض الأحيان، لكن تبقى الفلسفة هي يعني هي الإنسان أساساً. لا يمكن أن يعيش إنسان بدون فلسفة، لأن هي أم العلوم وأم الأفكار وأم الإبداع أساساً. يعني الإنسان أبدع في الفيزياء أبدع في الرياضيات. يعني عندنا يعني ديكارت كان رياضي. صحيح. فرانسيس بيكون هذا اللي أطلق المعرفة قوة، هذا أيضا كان فيلسوف رياضي أساسا. صح. وأصلا نحن مثل ما قلنا في المقدمة أن الفلسفة متعلقة بجميع العلوم أساسا، ولا يمكن أنك تستغنى عنها إلا إذا كان الإنسان يعني يريد أن يستغنى عن الحياة، هذا شيء ثاني. إذا استغنيت عن الفلسفة كأنك تستغنى عن حياتك أساساً. عن الحياة طبعا. وصلنا معك إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. الله يسلمك الله يحفظك، وأنا شاكر لكم وتفضلكم يعني استقبالي ووجود هالوجوه الطيبة. الله يعطيك الصحة والعافية. إذا أعزائي المشاهدين وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، ترقبونا الأسبوع القادم والحديث عن فكرة جديدة ولامعة بإذن الله.